في الساعات الأخيرة محافظة أسوان شهدت أمطار غزيرة وسيول قوية وكانت بكميات كبيرة. المحافظة استجابت بسرعة ورفعت حالة الطوارئ ووضعت خطة عشان تقدر تتعامل مع مياه الأمطار والسيول اللي بتضرب أسوان، وتم فتح المخارات الصناعية للتعامل مع أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه، وده طبعا بالإضافة للاستفادة من الأودية والمخارات الطبيعية ونهر النيل. حقيقة منا كان في يعني تعامل سريع وفوري زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي، يعني كل الأجهزة التنفيذية لمحافظة أسوان اشتغلت على طول عشان يعني توفر المخارات الطبيعية. نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن الوضع الحالي مع المهندس محمد علي وكيل وزارة الري بأسوان، اللي هيشرح لنا الإجراءات اللي اتخذت وكيفية السيطرة على السيول والأمطار. بنصبح على حضرتك يا فندم، أهلا بيك. صباح الخير يا فندم، وتحياتنا لحضراتكم والساده المشاهدين. قبل ما نتكلم على الاجراءات، عايزين بس نطمن من حضرتك دلوقتي الوضع الحالي في محافظه اسوان بعد الامطار الغزيره والسيول اللي شهدناها الساعات الماضيه، طمنا على الاوضاع دلوقتي. الحمد لله يا فندم، الوضع حاليا مستقر تماما، ويعني جميع المنشات والبنيه الاساسيه ومفيش اي ضرر الحمد لله، والوضع حتى الجو حاليا مستقر في اسوان الحمد لله رأي. الحمد لله رب. طيب، منحه الهيه كده يعني، ميه ومطره في وقت الجو فيه كان شديد الحراره، ده ازاي اثر على حراره الجو وازاي اثر على الشارع في اسوان؟ الجو كان عامل فيه ازاي وازاي حضراتكم قدرتم تشتغلوا وتسيطروا وتتحكموا في مسارات السيول دي؟ بدايه يعني نتمنى لمصرنا الحبيبه وبلادنا قياده وشعبا السلام والامان. يا رب، اللهم امين. بلا شك يعني ان في تغيرات مناخيه بشكل واضح واصبحت واضحه في التاثير على المنطقه والدول المجاوره، وهذا طبعا يعني باين للجميع. طبعا ده ادى الى تغير في زياده معدلات سقوط الامطار وشده موجات السيول، وطبعا يعني في تغير واضح حتى احنا كأهالي اسوان، يعني الجو فيه تغير وحتى سقوط الامطار بدا يبكر عن ما كان سابقا، يعني احنا شهر 8 دي نادر ما تسقط فيه امطار بالشكل ده. طبعا. ولكن الحمد لله يعني قد نجحت الدوله في التعامل مع تلك الظاهره، ظاهره التغيرات المناخيه في العشر سنين الاخيره. وتم عمل الدراسات البحثيه لتحديد اعمال حمايه في أمطار السيول، وقد تم إنشاء على مستوى الدولة يعني حوالي 1631 عمل صناعي، وعلى الخصوص في محافظة أسوان تم إنشاء عدد 36 مخار صناعي وعدد 22 سد إعاقة وعدد 22 بحيرة صناعية و14 حاجز إفرادي، بإجمالي حوالي 94 عمل صناعي داخل المحافظة. جميل. طب. وده طبعا المقصود بيه يعني الحماية من أي أخطار للسيول. باشمهندس محمد، يعني دي ثروة هائلة جدا وكبيرة جدا، كميات المياه والأمطار دي، كيف يمكن استغلالها والاستفادة منها على الوجه الأمثل من خلال مخرات السيول ومن خلال كمان التنسيق ما بين جهات كتيرة داخل محافظة أسوان للاستفادة بهذه المياه؟ طبعا حضرتك احنا دايما في كل سنة بيبقى في استعداد كوزارة ري وجميع أجهزة الدولة والوزارات المعنية ومحافظة أسوان للاستعداد للموسم السيول، وطبعا قامت وزارة الري من جانبها بتطهير جميع مخرجات السيول والبرادخ والتأكد من سلامة الأعمال الصناعية استعدادا لأي أمطار قد تحدث. احنا طبعا بصفة دورية بيتم قراءة الأرصاد الجوية يوميا بحيث نحدد مواقع سقوط الامطار ودرجتها وشدتها على اساس يبقى في، والقراءات دي بتبقى تقريبا من 72 ساعه، يعني احنا حضرتك النهارده مثلا يوم الجمعه معانا لغايه يوم الحد القادم بيبقى متوقعين الامطار هتسقط فين وشدتها قد ايه عشان يبقى في اجراء احترازي يتم التعامل معاه. جميل. طبعا القراءات اللي في الفتره الماضيه او الايام السابقه لحد فعلا يوم سقوط الامطار يوم الاربعاء اللي فات تحدد مكانها ودرجه شدتها، وبناء على ذلك صدرت توجيهات الدكتور الوزير
هاني سويلم وزير ري والسيد اللواء اسماعيل كمال محافظ اسوان برفع درجه استعداد جميع اجهزه الوزارات المختلفه المعنيه، وتم طبعا فتح غرف الطوارئ ودفع المعدات جميل. اللازمه لمجابهه اي اخطار للسوق. جميل، شكرا جزيلا المهندس محمد علي وكيل وزاره الري بمحافظه اسوان.